هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير. ويلكم باك تو ماي شانل. فيديو النهارده من الفيديوهات اللي بتكون مميزه قوي في بدايه السنين الجديده، عشان طبعا كلنا بيكون عندنا حماس البدايات. ففيديو النهارده هنتكلم عن ازاي تكوني صحيه اكتر وفي نفس الوقت تاكلي كل اللي نفسك فيه، وده عن طريق الصيام المتقطع. اول حاجه هنتكلم فيها ان الصيام المتقطع له نوعين. طبعا معروف ان طبعا اليوم 24 ساعه. الصيام المتقطع النوع الاول فيه ان انت تصومي 16 ساعه بما فيهم طبعا ساعات نومك، وتصومي 8 ساعات. يعني مثلا لو بداتي اكل الساعه 12 الظهر توقفي اكل الساعه 8، وبكده انت تكوني صمتي 8 ساعات. وطبعا ال 8 ساعات دول براحتك خالص، يعني مثلا ممكن تبداي اكل الساعه 2 الظهر وتصومي مثلا الساعه 10 بالليل. يعني اي وقت تحطي فيهم ال 8 ساعات على حسب يومك واللايف ستايل بتاعك. طيب الثمان ساعات اللي انا هاكل فيهم دول هاكل فيهم ازاي؟ اول حاجه هبدا ان انا اقسم الثمان ساعات دول على وجبتين او ثلاثه، وبرده هقسم عدد الكالوري اللي جسمي محتاجهم. يعني مثلا 1200 كالوري او 1500 كالوري هقسمهم برده على الوجبتين او ثلاثه اللي انا هاكلهم في الثمان ساعات دول. من ناحيه مثلا الفطار ممكن اكل حاجه فيها نوع من البروتين زي البيض، ومعاه دهون صحيه زي مثلا زيت جوز الهند او زيت الزيتون، ومعاه طبعا خضار زي الخيار او زي الجرجير، في نوع برضو من المعادن هتفيد جسمك، فكده هتحسي بالشبع فتره طويله زي مثلا ساعتين ثلاثه. اما الوقت انت هتغدي فيه ما فيهوش اي حاجه ممنوعه، بس احنا هنخفف الكميات. يعني ايه؟ يعني مثلا اخفف من الرز، من المكرونه، من البطاطس المحمره، ونزود طبعا من اللحمه او من الفراخ او اي حاجه فيها بروتين، وطبعا نزود من الشوربه ومن السلطات لان دي هتحسسنا بالشبع اكبر قدر ممكن. وطبعا ما بين الوجبات ممكن ناخد سناكس بسيطه زي مثلا تفاحه او مثلا موزه او مثلا شويه مكسرات، لان برده فيهم معادن هتفيد جسمنا. ووقت الصيام اللي بتكوني صاحيه فيه ممكن نستبدل بعد كده الاكل باي حاجه فيها سوائل، زي مثلا ممكن تشربي ميه كتير جدا، ممكن مثلا تشربي شاي اخضر او ينسون او نعناع او قهوه، بس طبعا ده كله من غير سكر لان السكر الابيض طبعا هيبوظ الدنيا معانا، فنحاول ان احنا مثلا نستبدله بسكر اللي هو الدايت اللي هو خالي السعرات. بعد كده بتبدا فتره الصيام وجسمك بيبدا يحرم مخزون السكر اللي موجود عندك كمصدر للطاقه. بعد كده بيبدا يروح بقى للدهون المتخزنه في جسمك عشان يبدا يحرقها هي كمصدر للطاقه، فتبدا الدهون تتحرق واحده واحده، فيبدا ده اللي يساعدك على نزول جسمك. تاني نوع صيام اسمه 2 على 5. يعني ايه؟ يعني احنا نصوم يومين ونفطر 5 ايام. اليومين دول لازم يكون بعاد عن بعض، يعني مثلا ممكن نصوم يوم الاثنين ونصوم يوم الخميس، وممكن نعمل طبعا حاجه كويسه زي ان احنا مثلا نصوم الاثنين والخميس لحد المغرب، وكده يبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد، عملنا الصيام المتقطع وصومنا لربنا وفي نفس الوقت خدنا الثواب. طب ايه فكره اليومين دول؟ فكره اليومين دول ان انت تاكلي عدد سعرات حراريه قليله جدا، يعني مثلا 500 سعره حراري، وباقي الخمس ايام تاكلي مثلا 1500 سعره حراري او على حسب الاحتياجات اللي جسمك محتاجها. طيب ايه النصايح اللي لازم تعمليها لما تيجي تبداي الصيام المتقطع؟ اول حاجه انك لازم تشربي ميه كتيره جدا جدا جدا، على الاقل 3 لتر في الميه، تقسميهم طبعا على مدار اليوم لان دي اكتر حاجه حرفيا هتحسسك بالشبع. تاني حاجة انك تتحركي كتير جدا جدا في اليوم، يعني مثلا ممكن تتمشي من نص ساعة لساعة في اليوم، ممكن مثلا ان انت تروحي جيم، ممكن مثلا ان انت تجيبي تمارين على اليوتيوب وتعمليها وانت في البيت. واخر حاجة انك تحاولي تخلي دايما نفسك مشغولة طول فترة الصيام عشان ما تحسيش بالجوع. ولحد هنا خلص فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. متنسوش تعملي لايك وسبسكرايب، ولحد بشوفكم الفيديو الجاي كونوا بخير والى اللقاء.